بسم الله الرحمن الرحيم. بحيي الجميع، كل الإخوة الأخوات. شوي شوي بعلى الصوت برايم كنتم نحمى شوي شوي. فبحيي الإخوة الأخوات الجميع مع حفظ الأسماء والألقاب، طبعا نخص تحديدا يعني أهل الفن والفنانين بكل تشكيلاتهم، بعيدا عن الحدود الجغرافية. بدي أحكي كلمتين أنا برضو بالعبراني. كان أنا مبرخ كل أورخيم بكل نمتسايم رخيم أبايم ليوم الفحب. مار سعيد أمار شنحن نقيد لأمان فلسطيني شلوم، قام هني مصيف نقيد له شلوم ونقيد له كل كفوت على العسياه هنفلقاها هزوت وبيحت سلخاء. بدي أنتقل عفوًا لعربيت. فعلًا أنا هاي مناسبة جدًا مهمة إلنا، بتصور سابقة فعلًا اللي إحنا منحييك عليها أخي سعيد، إنه تجمع هذه التشكيلة الرائعة من رواد الفن التشكيلي الفلسطيني بعيداً عن حدود الجغرافيا والسياسة طبعاً والعوامل السياسية اللي ممكن تحول بين مثل هذه اللقاءات. فإنه الآن أهلنا في الداخل مع الضفة مع القطاع كل فنانينا يلتقوا في ملتقى من هالنوع، فهذا شيء حقيقة يقدر ويثمن عاليا وغاليا، فكل الاحترام وكل التقدير. وأنا بتصور إحنا بجوز الجميع هنا بشعر بنوع من الفخر والعزة إنه إحنا بنلتقي مثل هذا اللقاء، وإنه إحنا عنا يعني في مجال الفن اللي هي اللغة اللي ممكن مفهومة لدى كل الشعوب والمؤثرة لدى كل الشعوب، إنه إحنا برضو مع كل همومنا ومع كل قضايانا أيضا إحنا نستطيع أن نعبر عن أنفسنا أيضا بلغة الفن وبلغة إنه إحنا على استعداد أن نلتقي، على استعداد أن نتحاور مع كل شعوب الدنيا. فلذلك يعني هذه خطوة جدا مباركة ومشروع نتأمل إنه أيضا يرتقي في المستقبل ونزيد مثل هيك لقاءات. قبل ما أنهي أيضا أنا بشوفها فرصة، وبالذات يعني بعتبر هيك لما أشوف فنانين شباب، بديش أقول شيوخ لأنه الروح موجودة يعني بالستينات والسبعينات، وفعلا ما زال عطائهم مستمر، فكل الاحترام لهم وكل التقدير، وإن شاء الله نبظلوا يعني أساتذة ورواد لأجيال قادمة في الفن التشكيلي الفلسطيني. أهلا وسهلا في الجميع ويعطيكم ألف عافية. الشيخ بريق دمار كمانشاني بريق كل شيء جاري كان نحن خشوب لنا شاء أمنوت أفلسطيني تيه جشر الدركون تخبر كل أمنيات وكل تربويات בסביבה הקרובה ברקוקה. הוא גאה בנוכחות שלכם כאן, גאה בנוכחות של האמנים הצעירים, הוא קורא להם אמנים הצעירים, הוא אומר גם אם הם בשנות ה-60 וה-70 הם עדיין צעירים, כי בעשייה שלהם והתרומה שלהם לחברה היא תרומה מאוד צעירה וחשובה כדי להמשיך את הגלגל קדימה. אני בטבעה אני מתאסף אינו וזיר תקפי עתדר לווג'ודוהן وفي عنا ممثل لإله من وزارة الثقافة اللي أجا يمثله، بس قبلها طبعاً أنا بدي أدعي، أنا بدي أقول لكم شغلة صغيرة. أنا هذا اليوم متفاجئ بصراحة من الكم الهائل للشخصيات الحلوة اللي موجودة بيننا، وأنا ما بدي أذكر أسامي، خايف أغلط وأنسى حدا يعني. فبين في بيننا هالناس اللي هم كثير مهمين وكثير مناح على الساحة الفلسطينية، إن كان صحافي وإن كان كتابي وإن كان أدب وكذا. فأنا بديش أبدأ بواحد خوف أنسى الكل، لأنه هنا مهمين. وكذلك الأمر في عنا ناس هنا
برضو مديرية متاحف في البلاد عندنا هنا، فنانين عمالقة اللي موجودة عندنا هنا اللي هم عمليا بيمثلوا الخط اليساري الحضاري، كل ما يتعلق بعلاقة الإنسان في الآخر موجودين بيننا هنا. والله العظيم تسمع نسمع عنهم بس بالأفلام، أجوا هنا مشان يرفعوا التحية للفنان الفلسطيني. فهذا بالنسبة لنا مهم جدا. أني راكي ترجمبو شيء متسايم كان إتانو أنا شيء مئات خشوفين برما ها فلسطيني تخي خشوفا صوفرين كوتفين مشوررين إتونائيم أخي خشوفين متسايم كان، وقام أنا شيء مئات خشوفين مع أخلصية أيهودية شباو كده للمار شلوم، אנשים מצוינים כולם באים מהאקדמיה, מהתקשורת והכל. אני לא רוצה להזכיר אף אחד כי אני אולי אתעה. אולי אתעה ולא וישכח מישהו, אז אני מעדיף לא להגיד אף אחד כי יש פה אנשים נפלאים. ואם אני אגיד כמו, אז אני צריך להשלים את העבודה ואחר כך תסתכל ואחר כך יגידו לי, גם אותי לא הזכרת. ולכן אני לא אגיד אף אחד, אבל מי שנמצא פה כולם חשובים רבותיי מאותה רמה. אני מזמין בבקשה את עבד עבדי. שהתחיל את המסע הארוך של האמנים הפלסטינים לפני אולי בערך 50 שנה בערך, למד